في شيء قال لي انت ما فيش هذا قرعه وهذا ورجبوا لي ما باش يعطيني شايف شحال البلديه ورجبوا لي عطاني القرعه وشا شايف شحال ها شحال انت ساكنه هنا انا ساكنه قاولي ساكنه مع شحال من عام انا ساكنه هنا انا معدي 90 عام وانا ساكنه هنا وليداتي كاع ولدتهم هنايا ريبوا لي هذه 3 سنين 3 سنين باش ريبوا لي وبعد شي تمشي هذا قلت له عطيني قرعه اعطيني تاع تهدم ما بغاش يعطيها لي ما بغاش يعطي لي هذا دائما كيتهدد عليا ما بغاش ما بغاش يعطيني لي الهدم عندي وليداتي عندي وليداتي ثلاثه وبنات ثلاثه وضعية ديالهم في دايره كلها ساكن في بلاصه ما عندهم والو مساكن قليل هذا ما عندهم والو موجود الله عندهم والو عندهم على الله ونعم بالله عايشين معايا ولادي شكون يبقى عايش معاك يعني شكون عايشين معايا ولادي هذا وواحد اخر ها المحل الاخر ديال موسى وهذا ديال الحمد اللي عايشين معايا عايشين معايا والبنات هما ولا ما استفدوش والبنات مزوجين هما استفدوا ولا ما استفدوش؟ لا ما استفدوا والو علاش؟ واحد فيهم واحد الولد الكبير اللي تسافد ما الاخرين ما تسافدوش باش ريب لي قلت لك 3 سنين 3 سنين شنو 3 سنين باش ريب لي وانا ساكنه غير في هذيك الكوزينه عارفه الكوزينه عايشه في هذيك الكوزينه ولادي في دارهم وانا في داري كلها ساكن في دار وما تبغاش يعطيني هذا واخا ريب لي تجي تجي تهدد عليا على بالي بغيتهم يعطيوك حتى انت تستافد ما بغاوش يعطيوني شيت باش غادي نتسافد ما بغاش يعطيني قال لي ما نعطيك شيء ولادي في محلهم وهذا قال لك حتى تقريبوا ولادك عاد نعطيك ولادك كريبو ها ولادك كريبو ها محل ولدي موسى ها محل حمد ما ريبوش لا هما عندهم الملك هما عندهم الملك انا ما عنديش حد يا الله المشكل ديال الوالده هي ان ملي جات كان هذا الايواء ديال اعاده السكن لغير اللائق عيط عليها حتى هي جا حصاها القايد والناس ديال السكنه ومشات هي بحال الناس وعطاها القرعه وها البون ديالها وملي مشات رجعت عنده باش يعطيها قال لها تتريبي جاو الناس ديال رجال السلطه وريبوا ليها وتسناتهم مده باش يريب باش هذه قال لها تنتسناي تنجي عندك وملي جا عندها قال لها لا ما غنعطيكش الا يريبوا ولادك نعطيك ما يريبوش ولادك ما غنعطيكش وخلاها هكاك خلاها تافهه وعطى الناس الاغيار ناس اغيار ما كاينينش الناس ما ساكنينش كاع هنا انا تتحمل مسؤوليه على هذه الهضره اللي تنقول تتحمل عليها مسؤوليه الناس ما كاينينش وعطاهم بقع عطاهم شواهد السكنه مزوره لان الانسان ما ساكنش خصو شهاده سكن اذا مزوره عطى شهاده الهدم مزوره اذا هالسيتي تتحمل فيها مسؤوليه امام القضاء علاش هو يعطي الناس اللي ما كاينينش خصو يعطي الناس الساكنه هذا الايواء اللي سكن مدينه الولجه ماشي للاخيار ديال الناس اللي خصهم يستافدوا ماشي يجيب ناس وحدين من برا يعطيهم والناس ديال القبيله وديال بحال هذه غير يهملها هي وشي شحال من عام تقريبا مرة هذا ها من 11/2019 من 4/11/2019 هو المشكل واقع ورغم التدخلات رغم هو متعنت والناس كاين اللي دابا تيبني والناس اللي بناو دابا الناس في 2021 ناس بنات ها هما حدانا هنا بناو وما تيهضرش معاهم وهي كل نهار تيجي يطلع عليها واش بنات كل نهار تيجي يطلع عليها واش بنات واش هاد السيده قادت تبني باش هو يقول هو اللي تيجي تيطلع عليها ولا تيصيفط العون ديك المره جا العون راه ليه العون واقف ليه وتيطلع علينا تيطلع عليها واش بنات باش عندها هي غادي تبني دابا تنطلبوا يعطيها الاستفاده ديالها بحالها بحال الناس وحنا راه حنا في الملك ديالنا تيجي المشروع وديك الساعه بيننا وبينه